السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. Ligaments of the gluteal region. في two ligaments في gluteal region مهمين أوي يا جماعة. Ligament ما بين الإسكال سباين والسكرم، عشان كهون بيقولوا عليه سكرو سباينس ليجمنت. ده بيمتد من الإسكال سباين لحد اللاست بيس اوف سكرم واول بيس من الكوكسكس. في عندي بقى ليجمنت اسمه سكرو، ده من السكرم لحد الإسكال تيبروستي، فسموه سكرو تيبرس ليجمنت. السكرو تيبرس ليجمنت دون بي اكستند من الميديال بوردر اوف ذا اسكال تيبروستي. ميديال بوردر اوف اسكال تيبروستي لحد فين بقى؟ لحد الايلياك بون والسكرم. في الايلياك بون بيمسك في البوستيرور ايلياك سباينز، في اتنين بوستيرور ايلياك سباين، البوستيرو سوبيرو إليك سباين والبوستيرو انفيرو إليك سباين الاثنين، وبيمسك في اللاترال بارت اوف ذا سيكرام اند كوكسكس، يعني ماسك في منطقه عريضه قوي بكل طول السيكرام والكوكسكس ماسك، زائد كمان في الايه في الإيلياك بون. ايه الفانكشن بتاعت الليجمنتس دي؟ طبعا الفانكشن بتاعت الليجمنتس دي بتثبت السيكرام في الهيب بون، فكده بتعمل استابلايزيشن للبلفس، العظم بتاع البلفس ماسك جامد في بعض. السكرم ماسكه في الهيب بون اليمين والهيب بون الشمال جامد قوي، زائد ان التو ليجمنتس دول يا جماعه حولوا الجريتر سايتك نوتش اللي في الهيب بون لخرم، ما بقتش نوتش، بقت جريتر سايتك فورامين. ونفس الحكايه الليسر سياتيك نوتش اللي في الهيب بون اتحولت بالليجمنت دي الى ليسر سياتيك فورامين. بعد ما شفنا الليجمنتس اللي في الجلوتير ريجون، عايزين نعرف بقى هي الفورامينا اللي في الجلوتير ريجون. طبعا اول فورامين، الفورامين العظيم ده هو اللي اسمه جريتر سياتيك فورامين، اللي هو معمول بالجريتر سياتيك نوتش والساكروتيوبرس والساكروسباينس ليجمنت. يا ترى ايه الحاجات اللي بتعدي في الجريتر سياتيك فورامين؟ طبعا الرسمه دي خدناها قبل كده اهو واحنا بناخد الجلوتير ريجون. دايما الحاجات اللي معديه في الجريتر سياتيك فورامين في حدث جلل بيحصل، وبعديها بقى بنقول ايه اللي فوقيها وايه اللي تحتيها. الحدث الجلل اللي في الموضوع العضله دي طالعه واخده اوريجن في البلفيس جوه، وطالعه من الجريتر سياتيك فورامين. العضله دي كده هو مبصوا عليها لوها تخينه من ناحيه ورفيعه من ناحيه، قال لك دي بس عامله زي الكومتريا، فسموها بايري فورمس. البايري فورمس ده يعتبر الحدث الجلل، عدت البايري فورمس رجاله في الجريتر سياتيك فورامين. طب وبعدين بتتقسم بقى الاستراكشرز بعد كده. الستراكشرز قليله قوي بتعدي فوق البايريفورمز، وستراكشرز كتيره قوي بتعدي تحت البايريفورمز. ايه الستراكشرز اللي هتعدي فوق سوبيريور يعني واحنا في الجلوتير ريجون؟ لا يا جماعه، اللي معدي فوق البايريفورمز نيرف وفيسلز، والنيرف فيسلز دول سوبيرور للبايريفورمز، وفي الجلوتيال ريجون فسموهم سوبيرور جلوتيال نيرف اند سوبيرور جلوتيال فيسلز. بعد كده بقى تحت البايريفورمز، تحت البايريفورمز لقوا ايه؟ لقوا في جلوتيال فيسلز وجلوتيال نيرف، بس عشان تحت البايريفورمز وفي الجلوتيال ريجون. تحت يبقوا inferior، وفي الجلوتيال ريجون يبقى اسمهم inferior gluteal vessels and nerve.
طبعا تحت البايريفورمس لا يخفى القمر الكبير بتاعنا، السياتيك نيرف. السياتيك نيرف ده يا جماعه بنلاقي سوبرفيشال لي في نيرف وديب لي في نيرف. سوبرفيشال للسياتيك نيرف بيكون النيرف ده اللي زايحينه وجايبينه على الجنب شويه عشان يوريك السياتيك، زي دي الرسمه لو كانت اصفر فوق اصفر ما كنتش هتشوف حاجه، فده زايحينه شويه عشان يقول لك ده موجود اهو، ده البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، بيكون معدي سوبرفيشال للسياتيك نيرف. لو انا بقى زحت السوبرفيشال اللي هو البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي وزحت السياتيك نيرف، هلاقي فيه نيرف صغير قوي، نيرف صغير قوي رفيع رايح يغذي العضله دي اللي هي الكوادريتاس فيموريس. تفتكر اسمه ايه النيرف ده اللي بيغذي الكوادريتاس فيموريس وماشي ديب للسياتيك نيرف؟ اسم على مسمى نيرف تو كوادريتاس فيموريس. فانت خد بالك في جلوتيال ريجون السياتيك نيرف معمول ساندوتش سوبرفيشال لي وديب لي، اثنين نيرف رفيعين، سوبرفيشال لي البوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي وديب لي النيرف تو كوادريتاس فيموريس. بعد كمان بقى في عندي ثلاثة ستراكشرز يا جماعه، ثلاثة ستراكشرز طالعين من جريتر سياتيك فورمن ونازلين يخشوا في الليسر سياتيك فورمن. الثلاثة ستراكشرز دول في الجريتر سياتيك فورمن ونازلين عشان يخشوا ليسر سياتيك فورمن دول ثلاثة، اثنين نيرفز وواحد فيسلز. الاثنين نيرفز، نيرفز بتاع العضلة دي داخل اهو جوه البلبس عشان يغذيها، دي الاوبتيوريتور انترنس، و نيرف اسمه بيودندال نيرف، وفيسل اسمه انترنال بيودندال فيسلز. على فكره طبعا انت كل الناس بتقعد مستغربه قوي تقول لك ايه اللي طلعهم دول من البلبس ويروحوا جايين من جريتر سياتيك فورمن لليسر سياتيك فورمن. اصل خدوا بالكم يا جماعه الجريتر سياتيك فورمن تحتيها البلفز بيتسد بالبلفيك فلور ماسلز، والفيسلز والنيرفز دي عايزه تعدي للبرينيم. البرينيم ده اللي هو فين؟ تحت البلفيك فلور. فانت عندك الاوريجن بتاع الثلاثه ستراكشرز، نيرف تو اوبتيوريتور انترنس والبيودندال نيرف وما بينهم الانترنال بيودندال فيسلز، دول طالعين في البلفز بس تحتهم السكه سد بالبلفيك فلور. فازاي يوصلوا للبرنيم اللي تحت البلفيك فلور؟ هو لازم يخرجوا من البلفس ويروحوا داخلين في الليسر سياتيك فورام اللي تحت البلفيك فلور وتؤدي الى البرنيم اللي احنا عايزين نغذيه. فهو الانترنال بيودندال فيسلز والبيودندال نيرف، دول الفيسلز والنيرفز الاساسيه للبرينيوم اللي تحت البلفيك فلور. فلازم نخرج من البلفز واخش في الليسر سياتيك فورامين اللي هي مدخل البرينيوم. ده يا جماعه الفورامينه بتاعه الجلوتيال ريجون، اول واحده فيهم الجريتر سياتيك فورامين وتاني واحده الليسر سياتيك فورامين. الليسر سياتيك فورامين دي بقى حدودها ايه؟ الليسر سياتيك نوتش ونفس الاثنين ليجمنت، هل ساكروسباينس والساكروتيوبراس ليجمنت. الليسر سياتيك فورامين ايه اللي بيعدي فيه يا جماعه؟ الثلاثه الاساسيين دول، طبعا الثلاثه الاساسيين دول اللي هم مين؟ البيودندال نيرف والانترنال بيودندال فيسلز والنيرف تو اوبتيوريتور انترنس. ودول لو تلاحظ اثنين نيرفز ما بينهم الفيسلز. نبص نلاقي الثلاثه دول ستراكشرز اللي هم عدوا من الجريتر ساتيك فورامن وداخلين لسر ساتيك فورامن بيكونوا معديين على ايه بالظبط؟ بنبص نلاقي يا جماعه النيرف توب تيوريتور انترنس، النيرف توب تيوريتور انترنس ده بيبقى جوه قوي ماشي فين بالظبط؟ ماشي على الايسكيال سباين.
على البيز اوف ذا اسكال سباين، وعندي الانترنال بيودندال فيسلز على التيب اوف ذا اسكال سباين، وعندي البيودندال نيرف ده ماشي على الساكرو تيوبرس على الساكرو سباينس ليجامنت. يعني لو احنا عنوان كده وان كده بصينا على الرسمه دي هتبص تلاقي واحد ماشي، طبعا ده بقى من ورا مش هشوفها من هنا، بس يعني واحد ماشي على البيز وواحد ماشي على التيب اوف ذا اسكال سباين، واحد ماشي على الساكرو سباينس ليجامنت ماشي. اللي ماشي على الساكرو سباينال ليجامنت ده البيودندال نيرف، وبعدين اللي ماشي على التيب اوف ذا اسكال سباين ده الفيسلز انترنال بيودندال فيسلز، ومين بقى اللي بيمشي على البيز ده النيرف توب تيوريتور انترنس، هم فروم ميديال تو لاترال، لان كده ميديال ميديال ناحيه الميدل لاين بوستيرو اهو، فالميديال تو لاترال بيودندال نيرف انترنال بيودندال فيسلز ثم نيرف توب تيوريتور انترنس. طبعا النيرف توب تيوريتور انترنس ده داخل جوه البلفس عشان يغذي الاوبتيوريتور انترنس والمصل اللي معاه طبعا اللي انت عارفها اللي هي الجيميلس بتاعتها ده هي اللي هي السوبيرو جيميلس. واتفقنا البيودندال نيرف فيسلز، على فكره كلمه بيودندال يعني جينيتال، هدول النيرف والفيسلز الاساسيين للبرينيوم وللجينيتاليا الاكسترنال جينيتاليا. بعد ما شفنا الفورامين يا جماعه عايزين نعرف ايه هي الارتريز اوف ذا برينيوم، ارتريز اوف ذا برينيوم ده يا جماعه البرينيوم بتاعتنا بقى في رسمه مكبره كبيره قوي 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 قوي. طبعا دي البايريفورمس، البايريفورمس اتفقنا فيه فيسلز بتطلع فوقيها اسمها السوبير جلوتيال فيسلز، وفيسلز ماشيه تحتيها اللي اسمها الانفيرور جلوتيال فيسلز، دول مبدئيا. وطبعا دايما بنقول ارتريز اوف ذا جلوتيال ريجون لازم يكونوا جلوتيال فيسلز طبعا، يعني السوبيرور جلوتيال السوبيرور جلوتيال فيسلز دول طالعين منين؟ دول طالعين يا جماعة من جوه البلفس، والأرتري بتاع البلفس يا جماعة ده اسمه internal iliac artery، بيتقسم لposterior division وanterior division. فده يا جماعة السوبير جلوتيال ده بيكون برانش من الposterior division of internal iliac، لكن الاثنين arteries التانيين الانفيرور جلوتيال والانترنال بيودندال دول بيكونوا طالعين من الانتيرور برانش او الانتيرور ديفيجن اوف انترنال ايلياك ارتري. فاللي فوق الوحيد اللي هو السوبير جلوتيال فيسلز ده طالع من البوستيرور ديفيجن اوف انترنال ايلياك، والاثنين التانيين بتوع جلوتيال ريجن طالعين لك من الانتيرور ديفيجن. دول يا جماعه السوبير جلوتيال ده هو بيخش الجلوتيال ريجون فوق البايريفورمس وطالع طبعا من الجريتر ساتيك فورامن فوق البايريفورمس. اول لما بيطلع هنا هو يا جماعه بيتقسم لسوبرفيشال برانش وديب برانش. السوبرفيشال برانش بيروح داخل على طول في العضله الضخمه اللي فوقيه اللي هي مين؟ الجلوتياس ماكسيمس، وبيدي ديب برانش. الديب برانش ده بقى يا جماعه بيمشي فورورد، احنا كده بنور عند الساكرو، وبقى بيمشي فورورد ما بين العضلتين دول في الجلوتيال ريجون، الجلوتيس ميدياس والجلوتيس مينيماس، ويكمل بعد كده هو عشان يمشي ديب العضله دي اللي اسمها التنسور فاشيالاتا. وطبعا الارتري ده وهو ماشي هيروح مغذي التلات عضلات دول الجلوتيس ميدياس ومينيماس، وفي الاخر يغذي التنسور فاشيالات. الانفيرو جلوتيال ارتري
ده اتفقنا برانش من الانتيرو ديفيجن اوف انترنال ايليك، وطبعا هو واضح اسمه انفيرور، بيخش جلوتيال ريجون من الجريتر ساتيك فورامين بيلو ذا بايريفورمس، وده هيدي برانشز ايه؟ طبعا اكيد بيدي ماسكولار برانشز للمصل التخينه العجله هنا هو اللي في المنطقه اللي اسمها جلوتياس ماكسيموس وللسراوندنج ماسلز. زائد ان الانفيرور جلوتيال ده خدنا يا جماعه ان هو مهم جدا ان هو بيدي ديسندنج برانش يساهم في الكروشيت انستموزس اللي في الباك اوف ذا ساي. كمان الانفيرور جلوتيال ده بيدي ارتري يصاحب السياتيك نيرف وبيمشي جواه اسمه السياتيك نيرف، وهو بيدي ماسكولار برانشز للسراوند ماسلز، انستموتيك برانش للكروشيت انستموزس وسياتيك ارتري. بعد كمان في عندي الانترنال بيودندال ارتري. على فكرة هم ليه سموه internal بيودندل؟ لان انت خدت في البرانشات بتاعت الفيمورال ارتري، ارتري رايح سوبرفيشيال خالص تحت الجلد رايح يغذي الاكسترنال جينيتاليا اسمه سوبرفيشيال اكسترنال بيودندل، فدون يبقى مين العميق ده بقى اللي جاي من جوه البرينيوم ده اللي اسمه الانترنال بيودندل. ده برضو برانش يا جماعة من الانترنال إلياك من الانتيرو ديفيجن اوف انترنال إلياك، بيسيب البلفس من الجريتر ساتيك فورامين بلوزا غير فورمس، وأول لما يخش الجلوتيا ريجون يروح نازل على تحت وعلى طول غاطس فيل لسر ساتيك فورامين، بيكون ما بين الاتنين نيرفز اللي احنا خدناها البيودندال نيرف والنيرف توبتيوريتور انترنس. نبص نلاقي البيودندال نيرف ده هو. البيودندال نيرف ده مهم جدا 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 لانه ده النيرف اوف ذا برينيال ريجون. هتقولوا ايه يعني مش مشكله؟ ماشي مش مشكله يا سيدي، بس ده النيرف سبلاي للاكسترنال جينيتاليا والماسلز والاركتايل تيشو والسكن بتاع الجينيتاليا في الرجاله، فده على بلاطه النيرف الاساسي في الاريكشن، لو اتضرب مش هتقوم لك قومه بعد كده، يحصل مفيش اريكشن. ماشي، حاجه اسمها امبوتنس يعني فيلير اوف اريكشن. نيجي بقى كده بقى لل بجانب الارتريز والنيرفز دول، خد بالك الارتري والنيرف الانترنا بيودندا الارتري ده الارتيريال سبلاي للاركتايل تيشو اللي بتعمل اريكشن، والنيرف اللي معاها ده اللي بيغذي الاركتايل تيشو، هو النيرف والارتري البيودندال نيرف والانترنال بيودندال ارتري دول المسؤولين عن الاريكشن والسيكشوال لايف بتاعتك. لو النيرف اتضرب او الارتري دون مش ماشي فيه الدم كويس مش هتقوم لك قوم. نيجي بقى الكهون بقى للنيرفز. النيرفز يا جماعة في الجلوتيا ريجون طبعا اكيد لا يخفى القمر الساتيك نيرف ده خدناه طبعا بالتفصيل المميت. السوبير جلوتيال ده يا جماعة ده اكيد برانش من الساكرال بلكسس، والنيرف روتس بتاعت الحاجات الصغيرة دي ما يهمكش. السوبير جلوتيال ده يا جماعة زي الارتري بتاعه بالظبط، مش هضيف اي حاجة، ده طالع من جريتا الساتيك فورامين فوق البايريفورمس داخل الجلوتيال ريجون، هيروح ماشي فورورد ما بين الجلوتياس ميدياس ومينيماس وينتهي بعد كده في الديب سيرفيس اوف ذا تنسور فاشيا لاتا ويغذيهم الثلاثه. بعد كده في عندنا الانفيرور جلوتيال. الانفيرور جلوتيال دون بيطلع من الجريتر ساتيك فورامين بيلول بايريفورمس، وده اول ما طلع من الجريتر ساتيك فورامين بيلول بايريفورمس راح داخل على طول فيل جلوتياس ماكسيموس. البيودندال نيرف والنيرف توبتيوريتور انترنس دول طبعا برضو برانشز من الساكرال بلكسس، كلهم كل النيرفات برانش من الساكرال بلكسس، ودول بيلول بايريفورمس راحوا معديين من جريتك سيراتيك فورامين واتفقنا راحوا نازلين وما بينهم الارتري وراحوا داخلين على طول غطسين لك في مين؟ في الليسر سياتيك فورامين. اكيد
نيرف اوبتيوتو انترنس ده داخل عشان البلفس عشان يغذي الاوبتيوتو انترنس والسوبيرو جيمالس. واتفقنا البيودندال نيرف ده اللي رايح بقى للسكن والماسلز اوف ذا برينيوم اند اكسترنال جينيتاليا ومسؤول على الاريكشن بتاعك. هو والارتري، الارتري يبعت البلاد سبلاي والنيرف ده المسؤول عن السنسيشن والمسل والاركتايل تيشو. في عندنا كمان يا جماعه نيرف اللي اتفقنا عليه طالع من الجريتر سياتيك فورمن ديب للسياتيك نيرف، انت ما بتشوفوش العادي في الجزء الا اذا زحت بقى كده هو السياتيك نيرف، تلاقي نيرف رفيع او معدي اللي اسمه نيرف كوادريتاس فيموريس اللي بيغذي مين؟ الكوادريتاس فيموريس والانفيرور جيميلس. ما تنساش كمان البوستيريو كوتينيس نيرف اوف ذا ساي برضه طالع من الجريتر سياتيك فورامين بيلور باي ريفورمز، وده اتفقنا ان هو بيكون ماشي سوبرفيشال للسياتيك نيرف. خدنا قبل كده هون البوستيريو كوتينيس نيرف اوف ذا ساي دون وهو نازل هيغذي طبعا قبل ما ينزل حسب اسمه يعني بوستيريو كوتينيس نيرف اوف ذا ساي ويغذي السكن اوف ذا باك اوف ذا ساي والسكن اوف ذا بوبليتيال فوسا والسكن اوف ذا ابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ليج. ده بيديني كمان جلوتيال برانشز بتلف كده حوالين اللور بوردر او جلوتياس ماكسيمس عشان طلعت تغذي جزء من السكن اوف ذا جلوتيال ريجون. هو بيغذي من اسمه السكن اوف ذا بوستيرو اسبكت اوف ذا ساي بالحته اللي تحتيه بالسكين اوف ذا بوبليتيال فوسا والابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ليج. وقبل بقى ما ينزل يغذي الجماعه دول كلهم اول لما بيطلع من اندر كفر اوف جلوتياس ماكسيمس بيدي كده كذا برانش يغذي السكين اوف ذا جلوتيال ريجون. طلبه كتير قوي يا جماعه كانوا بيسالوني في الاسئله اللي بتجيلهم عن ايه الاستراكشرز يا دكتور اللي معديه ديب للانجوينال ليجمنت عشان بيجي لهم فيها اسئله. الاستراكشرز اللي معديه يا جماعه ديب للانجوينال ليجمنت كان في رسمه هنا حلوه مش عارف طارت راحت فين. مش مشكله طبعا دي يا جماعه المفروض ديب للانجوينال ليجمنت في 3 ماسلز الإليوسوس والبكتينياس ماسل. ديب للإنجوين ليجمنت فروم لاترال تو ميديال حابب احط لكم رسمه حلوه كده ونبقوا امشوا معاها هتلاقوها لذيذه قوي. فروم لاترال تو ميديال اول على طول جنب الانتيرو سوبيريور سباين موست لاترال معدي اللاترال كوتينياس نيرف اوف ذا ساي بعديها فيمورال نيرف بعديها هتقابلنا بقى منطقه الفيمورال شيث. الفيمورال شيث وفي اللاترال كومبارتمنت بتاعها هيقابلك مين؟ فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال. لاترال لمين؟ للفيمورال نيرف. سوري للفيمورال ارتري. بعد كده هون الانترميديت كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيث. الانترميديت كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيث دي فيها الفيمورال فين. بعديها الميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيث. اللي ديب للانجوينال ليجمنت في الفيمورال رينج. ميديال الفيمورال رينج الليجمنت بقى اللي جنبينا على طول المثلث ده اللي اسمه لاكيونر بارت اوف ذا انجوينال ليجمنت. سوبرفيشال الانجوينال ليجمنت في ايه؟ سوبرفيشال الانجوينال ليجمنت يا جماعه ما فيش غير حاجه واحده بس اللي معديه السوبرفيشال سيركمفليكس السوبرفيشال ايبيجاستريك فيسلز. Superficial epigastric vessels هي بس اللي معدية ماشي. ويبقى دي شوية الحاجات اللي انتوا ايه طلبتوها مني عشان نبقى فعلا اتممنا كل ايه كتاب اسم الاناتومي بتاع القصر العيني. Thank you for good listening and good luck.